السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد صورة هذه تعجب الهوغار وخديناها من جبل أسيكرام منطقة الأسيكرام باش المنظر الجميل تعجب الهوغار اليوم سخانة سخانة وما زالت تكون غدوة إن شاء الله وهذا راجع لارتفاع في درجه الحراره خاصه على الغرب والوسط نشوف حاله السماء كيف تكون غدوة الصباح ان شاء الله ازكى عموما السماء ملبد على غرب البلاد وايضا الوسط بينما على شرق البلاد الهضاب العليا الصحراء الوسطى الجنوب الغربي الجنوب الشرقي اقصى الجنوب السماء صافيه والدنيا هانيه نشوفوا الوضعيه كيفاش راح تكون الظاهره ان شاء الله خلال الظهيرة نقدر نقولوا يكون فيه نشاط رعدي خاصة على عدة مناطق تاع العليا بالضبط على جبال الأوراس منطقة تبسة سوق هراس كذلك أم البواقي وكذلك دائما على أقصى الجنوب خاصة منطقة برج باجي مختار أما الصحراء الوسطى عموما زوابع رملية خاصة على ولاية أضرار وسما بدأ على السواحل خاصة على السواحل الغربية من بنصاف وهران حتى لل العاصمه وبجايه دوك ندوزوا لدرجه الحراره اللي راح نطرها صبيحه نهار الغد ان شاء الله حراره شويه مرتفعه المعدل الفصلي لانها تكون الحد الادنى 25 على العاصمه بازابو بومرداس وهران مستخان بني صاف حتى البجايه حتى الجيجل 24 على سكيك عنابه والقاله 25 بالواد 24 كي الجنوب كي الشمال الهوكار والتصيدي 25 كذلك على اقصى الجنوب 24 بمنطقه عين قزام عين صالح 27 واعلى مقياس في صباح الصباح نهار الغد نسجلوا على مدينه اضرار نشوفوا درس الحراره خلال الظاهره ان شاء الله خلال الظاهره هنا مازال الحال سخون خاصه الولايات الوسطى العاصمه 36 تيبازا باسا محليين محليا تقدر تلحق حتى 38 40 درجه الولايات الداخليه كما تيزي وزو البليده عين الدفله الشلف غليزان تيارت معسكر سيدي بن عباس هنا الحرارة تقدر تلحق حتى 44 درجة مئوية كذلك منطقة قالبة 43 درجة هي يومي لقسمطينة 41 درجة منطقة الجلفة 36 على الهضاب العليا حتى الـ 38 كاس طيف باتنا باركة وخنشلة الجنوب 37 38 على طبر رشات وجانات في المعدل الفصلي كذلك على الصحراء الوسطى 46 47 درجة تندوف 44 43 عفوا أما عين أزاوة عين قزام حوالي 44 تيميوين تين زواطين ومنطقة برج باجي المختار 45 درجة مئوية جزول الملاحة والصيد البحري البحار عموما يبقى شباب على طول الشريط مالغري يكون شويه تموجات الغربي الجنوبي غربي بعد الاحيان الشرقي شمالي شرقي اتجاهات مختلفه نقدر نقولوا والقوة تاع الرياح المعدل ما بين 15 حتى ل 20 كيلومتر في على طول الشريط الساحلي الرؤيه تكون متوسطه من زوج الى اربعه اميال بحريه حراره المياه 27 درجه مئويه الاشعه الشمسيه ان شاء الله تكون ما بين 8 الى 9 إلى 10 كالعادة نختموا هذه النشرة الجوية دائما بالمعلومات الفلكية غروب وشروق الشمس على الجزائر العاصمة وضواحيها لهذا الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 الشروق يكون عند 6 و 29 دقيقة فيما يخص الغروب على السبعة بالضبط وهذه العناوين الإلكترونية دائما في خدمتكم الله يدوم قصتكم دائما مع برامج الشروق